المباراه هذه. والله شاموس كمدرب، شوف انا 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 شاموس كمدرب، انت شفته ومدرب يعني خليني اقول لك بعد مكار، انت شفته ايش سوى، يعرف وسط المباراه يسحب واحد يلعب شطرنج مع كل الفرق ترى اللي يلعب معهم، عنده هالطريقه. لا لا لا، وبعدين انت لو تلاحظ حتى ما عنده سنتر، جاب لك كادش ظهير يسار حطه سنتر والان من نجوم الفريق، يعني زي ما يقولون ما يحتار في ايجاد البديل، يعني عنده الحل دائما هو. وهذه من ضمن وظائف المدرب، انك تجيب للحل المشكله هذا او تخفي عيوب الفريق. دائما اقولها، المدرب الذكي او المدرب الجيد هو اللي يخفي عيوب الفريق. وشاموسكا جته الادوات، اعطي الحريه كامله، بدا يستخدمهم. جاهزيه كاكو جدا جميله، اليوم نزل اليوم واليوم قدم من اعلى المباريات، سجل هدف، صلاح اسيست هدفين، مدران برضو متالق، فلذلك النتيجه عادله جدا. احنا نقول العداله الله يعينهم، العداله بصراحه يعني زي ما يقولون يحزنون اللي دخلوا في الموقف هذا في بدايه. توقعنا بعد هالشهرين انه يجي بشكل مختلف جدا، وبعدين ما هي دي مشكله. خلي بالك يعني دلوقتي الدوري جاي بسرعه ورا بعض، وانت كان عندك شهرين تشتغل فيهم، فانت لما ما ثبتش نفسك الشهرين دول هتبقى مشكله كبيره. هي البدايه في 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 مدرب، في جلب اجانب، الان جبت مدرب جديد بالتاكيد بيشتغل على فتره الشتويه، الان هو جالس في شهرين، هو اوكي على الورق انت بتقفل ولازم لازم تتعادل، هو ما جاء الفريق ثلاث نقاط بس، هل بيرجع زي نقول طاي اخر ولا رائد اخر في اكثر من مباراه، ولا العداله الان اصبحت جنازه تنتظر الدفن؟